بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم وجه مطبخ مباسل. تعالوا نعمل وصفه حلوه قوي قوي قوي، يعني سموها بقى زي ما انتوا عايزين تسموها. المهم ان احنا هنعمل حاجه اقتصاديه جدا، وبربع كيلو صدور فراخ او بانيه اللي انتوا بتسموه، هيدي معانا كميه كبيره وهيوفر معانا جامد، وممكن كمان تفرزيها رمضان او لاي وقت، العشاء لغدا لاي حاجه. انا عن نفسي عاملاها وجبه غدا وما شاء الله كفت وبقت يعني زي الفل زي ما انتم شايفينها كده. مش عايزه اتكلم كتير، بس احنا النهارده هنعمل البانيه بطريقه تانية خالص، ولا مقلي ولا محمر ولا كفته ولا الكلام ده كله. هنعمله بطريقه سهله وجميله ان شاء الله هتحبيها وهتكررها على طول. انا عامله الفيديو صامت، في اخر الفيديو بقول لكم على المقادير، علشان ايه؟ لو كتبتها ممكن ايه ما تكونوش متركزين في الوصفه. يلا بقى بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده ونشوف هنعمل ايه، والسندوتشات الجميله دي والبانيه اللي هو ربع كيلو ام باسل هتعمل لنا بيه ايه. بس قبل ما نروح، فضلا وليس امرا، ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ مباسل. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونعمل الطبق الجميل ده. يلا بينا. طيب الطبق بتاعي خلص زي ما انتم شايفين، طبعا ما اخدش في ايدينا اي وقت وما اخدش مجهود وما اخدش برضو مكونات خالص، وشايفين النتيجه طالعه قدامكم عامله ازاي. سميه بقى زي ما تسميه، سميه برجر سميه كفته، بس انا عن نفسي يعني معجبه بالوصفه جدا. بصوا موفره جدا واقتصاديه وطعمها
رائع بجد بجد رائع. سندوتش بقى يعني مش قادره اقول لكم متكلف. بسم الله. رائع سندوتش زي ده يعني يشبع جدا ويكفي يعني مش هيقول لا. تعالوا بقى نشوف ايه المقادير اللي احنا عملناها. انا جبت ربع كيلو فراخ، صدور فراخ ربع كيلو مش اكتر، حطيت عليهم بطاطسايه وسط زي ما انتم شايفين في الفيديو، وحطيت عليهم بصلايه صغيره بس بشرتها الاول علشان ايه تبقى ناعمه، انا عايزه البطاطس والبصل يبقوا ناعمين. وحطيتهم ضربتهم كويس، البطاطس مش مسلوقه، نيه عشان لو حد سأل. تمام، قشرتهم وضربتهم مع بعض وضربتهم من الاول، بعد كده صفيتهم الميه، لازم نصفيهم الميه كويس. وبعد كده ضفت عليهم ربع البانيه، بس ربع البانيه برضو فرمت الاول كويس. نحط عليهم ايه بقى؟ حطينا معلقتين بقسماط. هاجي عند البقسماط هنا وهقف. انت خلصتي الوصفه بتاعتك ولقيتي ان الفراخ زي ما انتم شايفين كده بتلزق وايه مش هينفع ان انت تشكليها، ممكن تضيفي ربع بتاع معلقه بقسماط تاني ما فيهاش مشكله، بس يعني ايه حاولي ايه تظبطي ايديكي في المقادير، يعني ما تكتريش البطاطس ما تكتريش البصل عشان الربع البانيه برده ايه مش كتير قليل عشان ما يبقاش ايه ملزق معاكي. المهم ان انت تضيفي ايه يا معلقه بقسماط تاني زياده او معلقه ونص على حسب ايه ما تحتاج معاكي. التوابل ملح وفلفل عادي ورشه بابريكا وبهارات فراخ. تمام، والبيكنج باودر برضو ما تكتروش، ربع معلقه مش اكتر. بيكنج باودر هنا بيخليها كده بتنفشها وبتبقى ما تبقاش مكتومه، بتبقى حلو. بس كل دي المقادير انا ضربتها كويس، وبعد كده سبتها تسرح في الثلاجه قبل ما حضرت الحاجه، وجيت شكلتها بشويه زيت في ايديا، والمكبس اللي انتم شايفينه ده شكلت بيه بس عشان تبقى الاقراص كلها طالعه شبه بعض، لو ما فيش اي غطا برطمان اي حاجه. وبعد كده جيت سويتها قطعه زبده شويه زيت وخلاص على كده وخلصت الوصفه. عملت الصوص شويه كاتشب شويه مايونيز، حطيت خس كابوتشا اي حاجه موجوده عندك، واتعمل عندي الساندوتش الجميل ده. احلى غدا واحلى وجبه صديق ممكن تعمليه، وتحطيها في الفريزر تفرزيها في اطباق كده، وبعد كده بتطلعيها بتحمريها للي عايز ايه يعمل. شايفين فراخ جميله وطعم لذيذ وايه، وتغيير عن الفكره التقليديه المعتاده. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون كان سهل وخف عليكم، وكنت قدرت اوصل لكم المعلومه وعجبتكم الطريقه دي في الشرح وفي التفصيل. انا قلت بس ايه اشرح في اخر الفيديو علشان ما نهكوش ايه وانتم بتتفرجوا على الفيديو. لو في اي حاجه اسالوني في التعليقات. يا رب تجربوا الوصفه وتعجبكم، وصفتنا اقتصاديه جدا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واشوفكم على الف خير ان شاء الله. فيديو سهل سلام مطبخ مباسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.